احنا بنشكر الدكتور ممدوح حمزه لان هو على حاجات كتيره جدا الحقيقه عملها للبلد وعملها للثوره وعملها للندوه ايضا، لان احنا يعني بيضيق علينا في هذه الندوه فلم يعد عندنا مكان الحقيقه نعمل فيه الندوه نتيجه لتضييقات امنيه مستمره غير هذا المكان اللي هو فعلا بيت الثوره يعني اسما ومضمونا. وممتن جدا للدكتور ممدوح على اتاحته لينا الفرصه ان احنا نعمل الندوه في هذا المكان. عايز احيي ايضا الاستاذ ثروت البحر الفنان الكبير وهو من اصدقائنا من اصدقاء الندوه ومن فضلكم حييه. عندنا ضيف خاص النهارده هو احد شباب الثوره الذي ظلم من المظلومين اللي تحدث عنهم الرئيس السيسي اكتر من مره. الرئيس السيسي قال امبارح ان هو لازم الناس تتمسك يتقبض عليها عشان الناس بقيت الناس تعيش، وبعدين رجع بعد كده قال على فكره المعنى ده كان قاله مرسي مره برضو، قال انا ممكن اقبض على شويه ناس عشان واحمد جمال زياده من الشاب الثوري احنا حقيقه احنا سعداء اللي موجود معانا وسعداء ايضا باطلاق سراحه. وبعد ما هنتكلم احنا متفقين معاه انه يحكي لنا تجربته لانها تجربه لا تخصه او هذه التجربه لم تعد تخص احمد جمال زياده الحقيقه هي بتخص الشعب كله لانه هو كان بيؤدي واجبه الصحفي فتم اعتقاله وقعد فتره طويله جدا اظن 500 يوم قد ايه؟ 500 يوم بدون محاكمه يعني في حكم المعتقل تجديد احتياطي. عايز اقول هنا وطبعا في اساتذه محامين موجودين انه من مآثر السيد الرئيس المؤقت عادل منصور ان هو مآثر يعني حاجه كويسه من مآثر عادل منصور ان هو اطلق الحبس الاحتياطي بدون حد اقصى. وبالتالي بقى ممكن الناس تقعد زي بعض الناس بقى لها 550 يوم و 600 يوم ولم تقدم للمحاكمه. النيابه بتجدد لها اول باول. ده معلش ولا هنا اتهالي مسموعه شغاله يعني. الفكره بتاعت الندوه النهارده لقيت انها فكره مناسبه لانها في الغالب بتدور في اذهان المصريين جميعا مفهوم العداله، العداله، العدل. العدل في ابسط تعريف في تعريفات كثيره جدا انا لن اطيل علشان نسمع صديقنا احمد جمال زياده ونحتفي به ونحتفي بالثوره وبشباب الثوره في شخصه. في تعريف بسيط للعدل جدا هو التطبيق النزيه المتساوي للقانون. التطبيق انا بترجم طبعا هو للاسف تعريفات العدل باللغه الانجليزيه ادق بكثير جدا من اللغه العربيه. ويعني ده شيء يعني لا يدهشني. التعريف هو تطبيق النزيه المتساوي للقانون. في قانون بنطبقه بطريقه نزيهه يعني لا نتلاعب بالقانون ثم نطبقه بشكل متساوي، يعني بغض النظر انت مين تقف امام القانون زيك زي غيرك. فكره العداله الحت على الانسانيه مبكرا جدا، احتاجت السيده عداله او ليدي جاستس او هي الحقيقه كانت ربة من الربات دائما موجودة في الحضارات القديمة، كانت موجودة في الحضارة اليونانية أظن كان اسمها ثيمسيس وبعدين في الحضارة الرومانية بقى اسمها جوستا أو جوستيتا وبعدين وعندنا في الحضارة الفرعونية ماعت. يعني كان دايما في فكرة لرب العدالة أو ربة العدالة. ربة العدالة دي اتطورت في الخيال الإنساني لغاية لما عملت التمثال الشهير اللي هو موجود في حتت كتيرة قوي. أشهر حتة أظن هي الأورد بيلي أو المحكمة كبيرة جدا في لندن اللي هي سيدة ماسكة سيف وماسكة ميزان ومعصوبة العينين، كل حاجة ليها معنى. ماسكة سيف إنه هي قدرتها على العقاب، ماسكة ميزان الميزان لابد
انه اي شيء يتم وزنه زي ما قلنا التطبيق النزيه المتساوي للقانون ومعصوبة العينين. معصوبة العينين مش معناه انها عمية، هم بيقولوا طبعا ده بلايند او انه عمية، انما فكرة معصوبة العينين انها ترى القانون ولا ترى الفروق بين المتقاضين، يعني هي ترى القانون بس ومعها الميزان ومعها السيف. هل بقى ده اللي بيطبق عليه القانون ده لواء يعني ابن ناس اغنية راجل فقير، كل ده لا يهم العدالة. انواع من العدالة كتيرة جدا للأسف كلها مش موجودة عندنا تقريبا. في العدالة القضائية دي معروفة طبعا، لا استطيع ولا يستطيع احد ولا يمكن لاحد ان يعلق على القضاء الشامخ بتاعنا، انما ده لا يمنعنا من ان احنا نقول، واظن ده كلام موضوعي جدا مفيهوش اي تجريح، مع احترامنا لكل القضاء الافاضل والنظام القضائي كل حاجة، ان النظام القضائي المصري يفتقر الى مقومات الاستقلال او معايير الاستقلال الدولية. ده مش كلامي وده مش صفة وده مش تقليل من القضاء واحترامنا للقضاء الشامخ وكل شيء، ولكن في واقع الأمر لما تقول قضاء مستقل أنت بتستدعي مجموعة من المعايير. لما بتقول البلد دي فيها قضاء مستقل ولا لا، في مجموعة معايير، هذه المعايير للأسف غير منطبقة في مصر حتى الآن، وهناك نضال من قضاء مش من خارج القضاء، من داخل القضاء لتحقيق استقلال القضاء من أيام يعني من الثمانينات كان في مشروعات لاستقلال القضاء. التفتيش القضائي اللي هو اللي يستطيع ان يحيل اي قاضي للصلاحية اسمه كده التفتيش القضائي. هذا التفتيش القضائي هو ادارة في وزارة العدل، هو ادارة في وزارة العدل، يعني بيعين رئيس وزير العدل. من يعين وزير العدل؟ رئيس الجمهورية، وبالتالي السلطة التنفيذية هنا لها سيطرة على المنظومة القضائية. أكرر لا نقلل من شأن أي قاضي، كلهم قضاة محترمون جدا، ولكن في نهاية الأمر إحنا بنتكلم على ظاهرة أنه النظام القضائي المصري لا تتوفر فيه معايير الاستقلال طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء. هناك أيضا عدالة اجتماعية معروفة طبعا، أنك لا تستطيع في وقت من الأوقات أن أنت تجعل ناس تعيش تحت مستوى الفقر، تعيش حياة غير أدمية، والكلام ده ملوش دعوة بالاشتراكية بالمناسبة، ده مطبق في أكتر الدول اللي بتطبق النظام الرأسمالي حتى. بينما عندك مجموعات من الناس في ثراء فاحش. ده بيتعمل إزاي؟ بيتعمل عن طريق الضرائب السعودية، بحيث إنه بتاخد من الناس بعد ما يكسبوا مكاسب معينة الضرائب السعودية في العالم كله، وكرر في دول ملهاش علاقة بالاشتراكية، لانك لما بتقول كده بيقولك انتوا هترجعوا لنا الشيوعية تاني وبتاع. اللي بيقول كده يعني للأسف ما عندوش معلومات كفاية، لانه الشيوعية ما فيهاش ضرائب السعودية لان ما فيهاش ملكية اساس. الضرائب السعودية تصل في بلد زي المانيا ل 43%، سويسرا 56%، انجلترا 46%، بعد ما تكسب اموال لازم تدفع هذه الاموال. لو انت بتكسب، كل ما تكسب تدفع ضرائب علشان الدولة توفر للفقراء حياة كريمة. يبقى اللي بيتعالج علاج محترم من غير ما يتسول في التلفزيون، من غير ما يطلع له اعلانات وتقول ده هو حيموت واصحاب الخير يدفعوا له فلوس، لا هو الحقيقة لا يجب ان يتسول حقه، لانه في اي دولة اذا كانت الدولة جديرة بهذا الاسم، إذا كانت دولة فعلا، يبقى المفروض أن أي شخص فقير لابد أنه يتعالج علاج ويعيش حياة إنسانية ويعيش في بيت محترم ويجد فرصة للعمل. ده لا يتحقق إلا بالضرائب التصاعدية. طبعا للأسف معركة الدستور كان الدكتور محمد غنيم، ومرة إن شاء الله يجي يحكي لكم عمل إيه، عمل معركة قوية جدا داخل لجنة الدستور عشان يحط الضرائب التصاعدية، وللأسف بعض القوى اللي مفهوم طبعا هي ليه ضد الضرائب السعودية احبطت هذا المشروع، وبنرى الدولة الان بالعكس بتقلل الضرائب على الاغنياء، بتشيل الدعم من على الفقراء وبتقلل الضرائب من على الاغنياء. القطاعات الاغنى في المجتمع المصري
بناء على القانون اللي اصدره رئيس الجمهوريه اصبحت بتدفع بدل ما كانت الضرائب وصلت 30% رجعت تاني 22.5%. يعني انت بتقلل الضرائب على الاغنياء، المفروض بتعمل العكس، عكس مفهوم العداله الاجتماعيه، وبترفع الدعم عن الفقراء. فالعداله الاجتماعيه، ودي نقطه مهمه جدا، غير مرتبطه بالنظام الاشتراكي، غير مرتبطه بالنظام، بالعكس الراسماليه المستنيره تحرص على الضرائب السعوديه. ليه؟ لانك انت لما توفر الحد الادنى الانساني للقطاعات الفقراء دي، انت الحقيقه بتمنع مشكلات اجتماعيه كبيره جدا هيدفع ثمنها الجميع واولهم الاسرياء. نصل لدرجات عاليه جدا وانسانيه جدا، واتمنى ان وقتكم يسمح ان انتم تدرسوا التجارب دي لانها تجارب جديره بالدراسه، اللي هي الدول الاسكندنافيه. الدول الاسكندنافيه الحقيقه هي دول طبقت العداله الاجتماعيه في اعظم صورها من غير دوشه. يعني الدول الاسكندنافيه دي ربما الاخبار ما تجيبش اي دوله من الدول دي زي الدنمارك والسويد لمده ايام، لان ما هياش دول فاعله قوي في المجتمع الدولي، وما هياش دول يعني امبرياليه ولا دول عندها عايزه تحتل ولا دول عايزه تسيطر على بترول ولا اي حاجه. انما تشوف مفهومهم للمواطن ومفهومهم للعداله الاجتماعيه عظيم. يعني مثلا الدول، ادي لحضراتكم مثالين انا شفتهم بنفسي نتيجه لان كتبي مترجمه في هذه اللغات، فبروح اوقع كتب فاختلطت هناك وشفت العلاج في الدول الاسكندنافيه والتعليم كله مجانا، كله مجانا بغض النظر عن انت معاك فلوس قد ايه، وبغض النظر عن المرض اللي اي حد بيعاني منه، وبغض النظر التعليم من الحضانه الى الدكتوراه مجانا، لن تدفع فيه مليم واحد. الضرائب السعوديه بتصل لغايه فوق 60%، وبالتالي انا وانا بدفع، لو انا غني بدفع، لا انا بدفع وبشتري الحقيقه علاج انساني لاولادي وتعليم محترم جدا ومجاني لغايه الدكتوراه، ولا مليم، ما عندهمش مليم يعني، انما ولا يورو بيدفع ولا فعلا. طبعا انا اول مره عرفت هذه الحقائق المذهله وانا جاي من مصر، اللي هو الراجل بيبقى عامل حادثه فقولوا له سيب 10,000 جنيه يا اما كده نرميه لك بره والحاجات دي. فالموضوع كان يعني قوي عليا شويه. فسالت صديقه دنماركيه، معلش عشان اسامه لسه شاري الموبايل الجديد، سألتها قلت لها يعني دلوقتي، سؤال طبعا الحقيقة سخيف جدا بس ده اللي حصل، قلت لها دلوقتي لو رئيس الوزراء جاله زايدة دودية وكان ناس جاله زايدة دودية يخشوا نفس المستشفى ونفس الجراح يعمل لهم نفس العملية؟ فاندهشت من السؤال جدا، قالت لي ايه السؤال ده؟ قلت لها ده سؤال مصري. قالت لي انا مستغربه، هم مش عندهم نفس الزايده الدوديه؟ وبالتالي لما تتعب بيجي لهم نفس الالام، يبقى يروحوا نفس المستشفى ويعالجهم نفس الدكتور. دي واقعه. الواقعه الثانيه في الضرايب بقى دي الطف، او بالنسبه لي الطف، او بالنسبه لي كانت مفاجاه اكتر. يعني حضرتك في هذه الدول طبعا دوله مدنيه مالهاش دعوه بالدين، انت حر، عايز تبقى مسلم مسيحي بهائي اي حاجه انت عايزها مالناش دعوه، انت خرجت من بيتك بقيت مواطن. الضرايب بتيجي اخر السنه وتقول لك انت كسبت كام، فانت بتقول انا كسبت مبلغ معين، فهم بياخدوا منك، خلي بال حضراتكم، بياخدوا منك الضرايب بناء على اللي انت قلته، بناء على اللي انت قلته. شكرا. وبيقعدوا سنة دول بيختبروا كلامك. يعني انا قلت انا بكسب 100,000، قلت طب ضرائب ال 100,000 مثلا 20,000، طلعت انت بتكسب اكتر من كده هتتحبس ما فيهاش كلام. طلعت بتكسب اقل من كده، يعني انت بلغت في تقدير مكاسبك، الحكومة بترجع لك الفرق بفايدة 30% اللي هي مش موجودة في اي بنك.
طبعا كانت موجودة عندنا في توظيف الأموال بس يعني. يعني أنا بقول 100,000 طلعت أنا بكسب 70,000، فال30,000 دول يرجعوا لك وعليهم فايدة 30% علشان يشجعوا الناس إنهم يقدروا، وتبقى أنت ما خسرتش من أمانتك حاجة. فحصل إن أنا صديقة سويدية حصل بيني وبينها هذا الحوار، بقينا أصدقاء وبتاع وبنتكلم براحتنا، فقالت لي أنا ضميري مأنبني. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان أنا بضحك على الضرايب. فأنا يعني من باب المجاملة قلت لها يعني ولا يهمك يعني مش مشكلة دي حكومة وبتاع. قالت لي لا 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 ضميري مأنبني جدا. قلت لها أنت بتضحك على الضرايب إزاي؟ أنا عارف إحنا ناس هنا بتضحك على الضرايب إزاي؟ شوفوا بقى هي بتضحك على الضرايب إزاي؟ قالت لي أنا أصلا دخلي قليل، فأنا بعمل إيه؟ بقول تقدير لدخل كبير بحيث ان انا احوش عندهم. يعني في اخر السنة هي مثلا بتكسب 60,000، قالت انا بكسب 150,000، فبياخدوا منها فلوس يعملوا لها 30% ويرجعوها لها لما يكتشفوا الحقيقة. فقالت لي انا الحقيقة ضميري مأنبني بس انا ما عنديش اختيار تاني، لان انا عندها بقى حاجات شخصية يعني بتحبهم يعني قصص كده تمام. فأنا برضو سؤال مصري اللي أنا سألته جه في دماغي، قلت لها طيب يعني أنت ما خفتيش مرة وأنت بتقولي مثلا بكسب 150,000 وهم خدوا منك الفلوس دي، بدل ما يجوا آخر السنة يقولوا لك لا ده كان غلط ده أنت بتكسبي كذا وخدي الفرق، يجوا آخر السنة ويقولوا لك لا هو كده تمام؟ قالت لي إزاي يعني؟ قلت لها يعني ياخدوا الفلوس. فكأن أنا قلت لها حاجة مش معقولة، قالت لي الحكومة تاخد فلوسي؟ قلت لها اه مش ممكن. قالت لي لا مش ممكن طبعا. قلت لها ليه؟ قالت لي لان دي حكومة. فانا اتكسفت بصراحة، انا ادفع وبعدين اه اتكسفت. لا يعني الرد قاطع، قالت لي لان دي حكومة it's a government، قالت لي دي حكومة فاش تاخد فلوسي. فده العدالة الاجتماعية. في مبدأ ثالث اللي هو في العدالة اللي هو تكافؤ الفرص، ملوش اسم غير تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص ده موجود طبعا في الدول الديمقراطية ومش موجود اطلاقا عندنا، يعني كان موجودا في وقت من الاوقات وظل موجودا ربما لغاية وفاة الرئيس عبد الناصر، وبعد كده ابتدى يقل 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 فاصبح انه مفيش تكافؤ فرص. يعني انا مش هعلق على حاجة بس لما تشوف انه تجد انه حد مثلا بيقول حد ما يعني له منصب كان بيقول انه التعيينات في النيابة ما هياش متوقفة على التفوق في كلية الحقوق، وفي حد قال انه مقبول زائد بيئة قضائية يعني هو من أسرة قضائية يساوي جيد جدا. تجد انه بقى اصبح طبيعي جدا ان انت اولاد اللي بيشتغلوا في اي مؤسسة يجيبوا اولادهم في المؤسسة. لما انا كنت في القصر العيني في طب السنان من 30 سنة كان عندنا النتائج بتتغير علشان اولاد الاساتذة. اولاد الاساتذة كانوا بس ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي اللي انا عرفته من زمايلنا ان بقى في سكشن لاولاد الاساتذة، يعني بقى في مكان، يعني الموضوع اتطور جدا، بقى في مكان لاولاد الاساتذة. وطبعا اولاد الناس المهمه دول بيجي لهم بقى اسهل امتحانات واحسن سلايدز، يعني احسن حاجات معمل واحسن ها. وبالتالي تكافؤ الفرص تم نسفه تماما، لا يوجد تكافؤ فرص حقيقي في مصر، وده خطير جدا، ده خطير جدا. طيب المجتمع ما بقاش فيه عداله، احنا قلنا فيه عداله قضائيه وفي عداله اجتماعيه وفي تكافؤ فرص. نفترض ان في مجتمع ما فيهوش اي حاجه من دي، بيحصل ايه؟ يتحول تشوه التطبيق الى حاجه اخطر، الى تشوه المفهوم. يعني ايه؟ يعني بعد ما انت كنت بتعتبر انه ابن الاستاذ لما ياخد مكان طالب مجتهد وطلع الاول بس ما يتعينش، واللي يتعين ابن الاستاذ او في الخارجيه مثلا زي عبد الحميد شتا
اللي انتحر لانه غير لائق اجتماعيا. وانا كتبت ده في عمارة يعوبيان على ابن البواب اللي اترفض في الشرطة. ده تشوه في التطبيق، خلي بال حضراتكم، ده تشوه في التطبيق، مع تكراره يتحول لتشوه في المفهوم. يعني ايه تشوه في المفهوم؟ يعني الناس اللي بتعمل كده تعتبر ان ده طبيعي جدا. طبعا وسمعنا ده ايام جمال مبارك، ما يبقى رئيس، ما بقاش رئيس ليه؟ مش ابو رئيس، وطالما هو ابو رئيس يبقى هو رئيس، وابو علمه يبقى رئيس ازاي؟ راجل متعلم شارب الرئاسة. طبعا زي ما انت شفت ابوه كان عامل ازاي، يعني كان نموذج عظيم. فالفكرة هنا ايه؟ دي اخطر على المجتمع، انه تشوه التطبيق يبقى تشوه مفهوم. يعني قبل كده انت بتغش في اللجنة، في لجنة امتحان 2 3 4 5 6 بيغشوا، بنبص لهم يعني بصة مش حلوة، دول غشاشين، دول غشاشين. او مدرس بيدي الامتحانات لانه بيدي دروس خصوصية، ياه ده راجل حقير قوي. ده كان ساعتها تشوه في التطبيق. دلوقتي عندنا تشوه في المفهوم. ايه هو؟ ان اللي ما بيغشش في اللجنة 2 3، وان الغش ما بقاش اسمه غش، بقى اسمه مساعدة. يقول لك احنا ساعدوا بعضيكوا اولاد. وان الراجل المشرف اللي هو بيسيب الناس تغش، اللي هو فاقد الشرف ده لما يكون المفهوم صح، اصبح دلوقتي ده مراقب طيب جدا. وناس متدينة ومربية اولادها ومحترمة وكل حاجة، بتروح تقف على اللجنة علشان توصي المراقبين يغششوهم، او بتمسك ميكروفون وتقول الاجابات كذا كذا كذا. هنا دي اخطر حاجة، انه تشوه التطبيق بقى تشوه في المفهوم. يعني طلع بقى في قطاع من الناس، مش عايز اقول قطاع عريض، اتمنى الا يكون قطاعا عريضا، ما بقاش اصلا شايف المشكلة. يعني ما بقاش شايف المشكلة، يعني ما بقاش شايف انه ده، لا فلان ده ابن الاستاذ لازم يتعين. طبعا امال انت لا تتعين؟ طب ما انا اشطر منه. بس انت مش ابن استاذ. ويدافع عن هذا. وبعدين نشأت حاجات عجيبة جدا، اللي هي التعصب المهني الطائفي. يعني اصبح انت دلوقتي، لا انت دكتور اي حاجة تخص الدكاترة تزعل عليها، سواء كانوا هم صح ولا غلط ولا اي حاجة، لا الدكاترة ما حدش يلمسهم. وبنشوف ده طبعا في المسلسلات، دكاترة الصحفيين ما حدش يتكلم معاهم، المحامين ما ازاي تطلع واحد محامي بيذكر، لا طلعه في شغلة تانية. ده كل ده طبعا لأسباب، يعني طبعا ما عندناش احنا تذوق أدبي ولا بندرس تذوق فني ولا تعلمنا في المدرسة الفرق بين الخيال والواقع. فالنتيجة انك تجد ناس متعلمة، يعني متعلمة يعني مهندس دكتور، بس هو ما عندوش تذوق فني، وبالتالي ما بيقدرش يشوف الخيال من الواقع. وبالتالي لما يكون هو دكتور سنان ويلاقي مسلسل بيطلع دكتور سنان مدمن مخدرات، يستاء جدا، لانه ما اتعلمش ان ده خيال مش واقع. وبالتالي هو بيقعد يعمل دوشه، كل مسلسلات يحصل فيها دوشه وبتاع. انما الاخطر من كده ايه؟ هو فكره ترسيخ فكره الظلم. يعني الظلم ده ما بقاش سوء تطبيق، لا بقى مفهوم طبيعي جدا، واحنا متعايشين معاه خالص، وطبيعي جدا انه يعمل كده. وركبت مره مع سواق تاكسي، قال له انتوا زعلانين من مبارك ليه؟ عشان بيسرق؟ طب ما لازم يسرق. قلت له ازاي؟ ليه لازم يسرق؟ قال لي مش رئيس جمهوريه. ده اللي انا ده تشوه المفهوم بقى. قال لي طبعا رئيس جمهوريه لازم يجيب ولاده ويسرق وكل حاجه. وانا لو بقيت، هو السواق اللي بيقول، وانا لو بقيت رئيس جمهوريه هسرق طبعا. وطبعا هو لولا الاحترام كان قال لي وانت كمان لو بقيت رئيس جمهوريه هتسرق، بس يعني لا يعني تقيله شويه، بس وصلت. ها ده دي المأساة بقى.
هي دي المأساة. كده المجتمع بيتشوه تماما. مشكلة التغيرات الاجتماعية والفكرية والثقافية في المجتمع انها غير منظورة. يعني انت في اجيال طالعة جسمها نتيجة للاكل المضروب والحاجات وبتاع جسمها اقل. دي دراسات فعلا في سن 18 سنة الولاد والبنات في مصر جسمهم اقل من ابوهم وامهم لما كانوا 18 سنة وقطعا اقل من جدهم وجدتهم لما كانوا 18 سنة نتيجة لسوء التغذية. دي حاجة منظورة اقدر اعمل عليها ابحاث. انما التغيرات الاجتماعية والثقافية غير منظورة. يعني ما هياش ملموسة بايدك. انما انت بتعيشها كل يوم. وارجع اقول ان الثورة كانت دفاعا عن مفهوم العدالة بالاساس. بالاساس. يعني الثورة في جوهرها كانت دفاعا كانت محاولة لان احنا نرجع للمفهوم الطبيعي الصحيح للعدالة. وطبعا اللي حصل احنا كلنا عارفينه مش هعيده. وحصلت مؤامرة على الثورة والان الثورة المضادة هي اللي في التلفزيون وهي في كل حتة. ده مش محتاج ان انا اقول. انما خلي بالكو ان الصراع ليس بين ثورة وثورة مضادة بس. لا. الصراع بين حلم الثورة بعدالة حقيقية واجيال اخرى او اجيال اقدم توائمت مع بقى عندها تشوش او تشوه في المفهوم. فهي مش فهماك. يعني هي مش فهماك. هو ما هي الدنيا كده وحتفضل كده. انت هتعرفنا. حل مشكلتك لوحدك. ما تخشش في موضوع عمل عام وعايز تغير البلد. لا. روح بات قدام انصلية من انصليات الخليج عشان الصبح تبقى في الاول في الطابور. وروح خد عقد. ولما تكلم ابوك او يعني وتقول له ده الكفيل بخد مني حاجات مش من حقه وشتمني وبيتريق عليا وبيعاملني سيء جدا واخد باسبوري هيقول لك استحمل. اسمع من هنا وفوت من هنا. هترجع مصر تعمل ايه؟ ده مفهوم مشوه تماما لعلاقتك ببلدك ولحقك وللعدالة ولكل شيء. يقابله مفهوم الثورة اللي ناس نزلت وقررت تغير هذا البلد بدمها وبتضحيات جسيمة جدا علشان نرجع تاني للمفاهيم الحقيقية. العدالة تبقى عدالة. عدالة اجتماعية تبقى عدالة اجتماعية. تكافؤ فرص يبقى تكافؤ فرص. ولن انسى شوية حاجات حوادث بسيطة جدا بس ليها دلالة لو احنا نفكر فيها. يوم 19 مارس اللي هو الاستفتاء المشؤوم ده محافظ القاهرة اللي انا مش فاكر اسمه خلي بالك راح هو ماشي على قديمه بقى راح يدلي بصوته في لجنة اللي هي في مدرسة الإبراهيمية هنا في قصر النيل. فهو معتبر انه محافظ فالطبيعي جدا انه ما وقفش الطابور. يعني ده المفهوم القديم. ده تشوه المفهوم. فالراجل داخل عادي. فالناس طالعة من الثورة. ايه يا عم تعالى انت رايح فين؟ لا ده المحافظ. قال المحافظ ده انا كنت مع السيد المشير. توقف في الطابور. فالراجل صعب عليه انه يقف في الطابور. فراح رايح. راح لجنتين كمان. ما كانت منشورة يعني. لم يتمكن في اللجنتين من انه يعمل الموضوع ده. ليه؟ لانه الثورة لما كانت منتصرة ابتدت الناس حتى اللي ما اشتركتش فيها تستعيد وعيها وتستعيد المفاهيم الحقيقية للعدالة. انت محافظ او غير محافظ تقف في الطابور. طبعا دلوقتي لو راح ما اعتقدش ما اعرفش اذا كان حد هيوقفه ولا لا. بس وفروا الانتخابات خالص. او مفيش انتخابات اساسا. الفكرة هنا ايه؟ الفكرة انه لابد ان احنا او يعني مش لابد انا بقترح او انا بشوف الثورة بطريقة اعمق من التغيير السياسي. التغيير السياسي ده ممكن يحصل بكرة ممكن يحصل بحاجة بسيطة ممكن يحصل ويفشل فنعيده. انما الثورة اعمق من كده. الثورة انت بترجع مفاهيم المجتمع للمفاهيم الصحيحة السليمة العدالة
ان مفيش حد احسن من حد، ان تكافؤ الفرص، ها، ان ابن الزبال يبقى رئيس الجمهوريه مش يبقى بس قاضي، لانه يستاهل. ها، هي دي الثوره. والنظام القديم مش بس الاراجوزات بتوع التلفزيون، ومش بس اجهزه الامن، ومش، لا، النظام القديم طريقه تفكير، دي نقطه مهمه جدا. النظام القديم طريقه تفكير، وطريقه تفكير، ودي من العجب يعني، ممكن يشترك فيها ناس هم نفسهم ضحايا هذا التفكير. يعني مش بالضرورة طريقة التفكير القديمة يبقى كلهم فلول، لا، مش كلهم فلول، في ناس طريقة تفكيرها قديمة، بمعنى ان عندها مفاهيم مشوهة، عندها مفاهيم مشوهة، الثورة بتغير هذه المفاهيم. ده بياخد وقت طويل جدا جدا، ولكن مجرد ما ابتدى ما بيوقفش، ما ينفعش يوقف، ما ينفعش. لو جم قعدوا في التلفزيون الاراجوزات دول يقولوا كل يوم 24 ساعة دي مؤامرة، ويجيب واحدة يقول ده انا رحت اتمرنت في ايران وراح اتمرن في اسرائيل وكل الخزعبلات دي، الثورة ما عملهاش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا مية ولا الف ولا مليون. انت بتتكلم على من 18 ل 20 مليون مصري موجودين وفاكرين وعارفين، فاقول زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت عايز. التغير بتاع الثورة ابتدى ولن يقف، لن يقف. ليه؟ لانه ده الحل الوحيد. ليه الحل الوحيد؟ لانه اسوأ شيء ان انت تفقد احساسك بالعدالة. لو فقدته نهائيا، لو انت متأكد ان انت قاعد في بلد ما فيهاش عدالة، ومش هيبقى فيها، بلدنا ما فيهاش عدالة، بس عندنا كلنا امل ان يبقى فيها، واتعملت الثورة وناس ماتت وناس عينيها راحت علشان البلد دي يبقى فيها عدل، لو انت متأكد ان عمرها ما هيبقى فيها عدل، يبقى لازم تسيبها، لانك لو ما سبتهاش هتتشوه، هتبقى جزء من المنظومة اللي انت كنت ضدها، اللي انت نزلت ضدها هتبقى انت جزء منها او بجزء منها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو انا متأكد ان هذه القوانين وهذه الطرق غير العادلة هي اللي هتحكمني وعمرها ما هتتغير، انا نفسي هنحرف. انتوا فاهمين، او انا فاهم يعني، او اي حد فاهم، ان الـ 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 الموظف المنافق ده، طبعا عندنا كتير جدا يعني، لو اتعمل النفاق وهو سلوك اجتماعي ممكن يتعمل كقسم او كشعبة من قسم في علم الاجتماع، انا متأكد ان اللي هيكتب المنهج مصريين. النفاق، عندنا منافقين مبدعين، يعني عندنا مش منافق عادي، عندنا تراكم خبرة اولا، وعندنا ناس عندها خيال، يعني فكرة النفاق بتاخد اشكال مدهشة، يعني من نوع مثلا ان انا الحقيقة زعلان من سيادة الرئيس جدا، انا شفت ناس عملت كده، زعلان من سيادة الرئيس، طبعا المذيع بيخاف، زعلان، وانت على هوا ممكن نروح في داهية احنا الاثنين، ليه يا فندم ليه؟ قال له لانه بيرهق نفسه، انا زعلان لانه بيرهق نفسه. لا، ده اتقال على الحالي، بس اتقال على السابق برضه عادي، زعلان لانه بيرهق نفسه. وهو المفروض احنا كلنا متعلقين بان هو يكون صحته كويسة، فانا زعلان منه لانه لازم ياخد باله من صحته ولازم ياخد باله. فطبعا المذيع كده خد الكرة، اللي بيلعبوا كرة وعارف، اترفعت على الناحية التانية، دلوقتي عايز حد يشوط، فالمذيع شوط، قال طبعا بس وراه مسؤوليات كبيرة، ربنا يكون معاه، 90 مليون مصري مش عارف ايه يعني، ده ابداع، ده مش نفاق عادي، ده مش، لا، ده خيال وتراكم، وفي شغل عالي قوي قوي. وفي انواع تانية من النفاق يعني، واخد بالك يعني، كتير بقى، اللي هو ايه، اختلف في تفصيله عشان ادي لنفسي مساحه اطبل تطبيل جامد قوي في الباقي. يعني انا يمكن ما اختلف مع سيادتك في كذا حاجه تافهه جدا، بس الحقيقه ربنا خليك للبلد وانت كذا، ومش يبقى انا كده سجلت ان انا اختلفت،
في حاجات كتيرة. اولا المنافق ده ما كانش مولود منافق، دي بقى الخطورة، وما كانش مولود منافق، هو شخص عنده قدرات تأكد في وقت من الأوقات أن طرق العدالة مسدودة إلى الأبد. يعني لو كان هو في نظام عادل كان هيبقى نبغى لأنه ذكي وبيشتغل وكله، بس تأكد أنه هو ده اللي بينفع. مش عايز أقول أسماء، بس الناس كانت معانا في الثورة وكانت عاملة دوشة جامدة جدا قبل الثورة وتحولت الآن إنها شايلة طوبال جامدة جدا. تمام؟ ليه؟ لأنه لا الوقت من الأوقات في تقديره إن مفيش فايدة. هو في فايدة طبعا، بس هو لا إن مفيش فايدة، ومفيش فايدة والحياة قصيرة، وأنا موهوب وذكي ومطلوب وناس أقل مني خدوا كل حاجة. طب يعني هتكلفني ايه؟ هتكلفني ان انا اطلع اقول او ان انا اعمل او او او. مشكله اخرى في الـ في الـ في الانظمه وفي المجتمعات اللي ما فيهاش عداله، انك نادرا ما تجد حد في مكانه الملائم. ليه؟ لانه اللي بيعين مش الكفاءه، الولاء قبل الكفاءه. والكلام ده في مصر من سنة 52. يعني انت عايز تعمل مثلا وزير نقل، عندك نبغة، واحد نبغة بس يا فندم هو ليه كده ساعات اراء غريبة وبيركب دماغه وبتاع، يعني انا بتخيل حوار طبعا، يعني هيتعبنا؟ هو من ناحية متعب، لا بلاش منه ده، خلاص نجيب فلان ده واقع طبعا، بس ايه بينافق ويصبح ويعمل وبتاع، وبعدين حتى لو هو ضعيف يا فندم هو هيتعلم طبعا، هيتعلم فينا احنا، دي قاعدة. فتجد كل الناس دي مش في مكانها، يعني كل واحد في مجتمع استبدادي واخد منصب في 100 واحد احسن منه، لانه انت دمرت، لما وقفت العدالة دمرت الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي مش في حياة الحيوان بس، في المجتمعات ايضا. ايه هو الانتخاب الطبيعي؟ انك انت ان البقاء للاصلح، يعني انت اكثر كفاءة هتاخد منصب، بقيت اكثر كفاءة هتاخد منصب اكبر قطعا. حضراتكم افتح جورنان كبير زي نيويورك تايمز كده وشوف كتاب الاعمدة. كتاب الاعمدة دي اعلى حاجة في الصحافة، احنا عندنا لا طبعا، احنا عندنا اي حد بيكتب عمود، انما برا كتاب العمود ده الكولونيست ده حد مهم جدا، يا تلاقي سنه كبير قوي يا تلاقي سنه صغير. سنه صغير ده نبغى، تشوف السي في بتاعه بيقعد سنه ويكتب عقد جديد سنه لغايه لما يوصل نيويورك تايمز، يا اما كبير خلاصه بقى الخبره. ليه؟ لانه في انتخاب طبيعي، انت افضل هتاخد حاجات افضل، بتشتغل افضل هتاخد منصب افضل. انت عندك هنا العكس، مش مهم خالص. في عينه سيده مستشاره امن قومي، السيده فايزه ابو النجا مع احترامنا ليها، مالهاش علاقه بالامن القومي خالص، ولا يعني علاقتها بالامن القومي زي علاقتنا بالامن القومي. وطلع واحد في التلفزيون من الخبراء الاستراتيجيين، طبعا احنا التلفزيون بتاعنا مليان خبراء استراتيجيين، يعني نباهي بهم الامم. يعني انت لو سالت الخبراء الاستراتيجيين في امريكا هقول لك 50 بالكتير، اللي هم فعلا واخدين دراسات استراتيجيه، خبير استراتيجي. احنا عندنا في كل استوديو فيه 40-50 خبير استراتيجي، وساعات بيطلعوا من القناعة التانية وبزال ممثلين بقى عنده لبيس لانه مطلوب، فبيشيل جاكيته ويلبس جاكيته وبتاع. طلع خبير استراتيجي قال على فكرة في ناس جهلة اللي هم احنا يعني بيقولوا ان الدكتورة فايزة ابو النجا مش خبيرة في الامن القومي. ايه الجهل ده؟ انا قلت هيقول ايه ده ليها اتانم، وانا قلت ممكن يبقى ليها تاريخ مثلا احنا ما نعرفوش مثلا في الامن القومي. ما اشتغلتش في الامن القومي انما هتتعلم. الكلام ده انا شفته، يعني خبير استراتيجي قال كده. هتتعلم ازاي يعني؟ طب ما كده يبقى خلاص بقى اي حاجة يعني طب ما تبقى ايه، ما تبقى وزيرة الصحة، ما هتتعلم برضو. فالنتيجة ايه؟ النتيجة ان الاداء كله بيقل. مين اللي يقول للرئيس
الاداء بيقل. من الذي يجرؤ انه يقول للرئيس في نظام استبدادي حضرتك غلطان؟ مين؟ عندنا نظام استبدادي من سنة 52، اللي قدروا يقولوا لرئيس الجمهورية انت غلطان ناس قليلة جدا، من ضمنهم الدكتور حلمي مراد في اجتماع شهير جدا مع الرئيس عبد الناصر وقال له لا الكلام ده غلط، والدكتور حلمي كان جايب عربية الوزارة وخلص الاجتماع ونزل خد تاكسي وروح خلاص. النتيجة ايه؟ النتيجة ايه؟ محدش بيقولك انت جايب ناس نتيجة لولائهم مش لكفائتهم، ومحدش بيقولك الحقيقة. مهما كنت قدراتك فزة ومهما كنت عندك قدرة على انك انت يعني تبص كده تعرف المرض فين وتجيب العلاج وكل هذا الكلام، لابد الاداء هيبقى سيء جدا، لان انت ما عندكش حاجة اسمها فيدباك. فيدباك يعني الناس اللي بتشتغل معاك ما بتقولكش المشاكل فين، ما بتقولكش ده غلط، لان هو خايف، لان هو جاي نتيجة الولاء ومش لكفاءته، وبالتالي لو قال ده غلط هيمشي. كم واحد عايز يمشي؟ ما بين كل 10 في واحد ممكن يمشي عشان يقول الحق، في 9 هيمشي ويقول لك خلاص. يعني في مذكرات بتاعت الدكتور ابراهيم كامل عن كامب ديفيد مهمه جدا. الدكتور يوسف بطرس غالي كان وابراهيم كامل واسامه الباز. فابراهيم كامل راجل ثوري قديم ودبلوماسي وبتاع، ومش عاجبه اللي انور السادات بيوافق عليه. فيوسف بطرس غالي مع احترامنا ليه ربنا يديله الصحه، قال له بص انت عامل دوشه ليه؟ احنا صنايعيه، خلي بالكم المفهوم. الرئيس طلب مننا دراسه عملناها له، والله خد بيها ما خدش. بطرس الكبير، بطرس ما صوم، في بطرس تاني اللي هو عم بطرس بالظبط. لا بطرس اللي هو اللي كان الوزير بالظبط، بطرس ماشي. الفكرة هنا ايه؟ يوسف بطرس غالي، بطرس غالي راجل محترم وكله، ولكن هو ده الموضوع، هو ده اللي احنا عمرنا ما هنتقدم، لانك انت بتعتبر ان انت ما انتش لا صاحب قرار ولا رؤية ولا اي حاجة، انت بتعتبر نفسك صنايعي، بدي للرئيس الحاجة عايز ياخدها ما ياخدهاش هو حر. لا مش هو حر، لان القرار ده مش هيمس هو لوحده، ده هيمس شعب كامل. احنا في العرض المستمر ده من سنة 52، في نفس هذا العرض، قلما تجد مكنة ادارية فيها ناس اكفاء بيدافعوا عن قرارات، مفيش، كله تعليمات السيد الرئيس. والسيد الرئيس قال، لو قال اي حاجة تلاقي الناس كلها شغالة على الموضوع، لان الرئيس قال كده. وبالتالي احنا كأننا بنكرر، كأننا لا نتعلم من اخطائنا، يعني احنا بنكرر نفس يعني في كلمة لأينشتاين انا بحبها جدا، البرت اينشتاين عبقري بتاع نظرية النسبية، قالوا له في حاجة مش فاهمها في هذا العالم من كتر ما هو عبقري، قال فيه، قالوا له ايه؟ قال اللي انا مش فاهمه ان ناس تعيد نفس الافعال في نفس الظروف وتتوقع نتائج مختلفة. هو ده اللي احنا بنعمله بالظبط، بنعيد نفس الموضوع في نفس الظروف ومتوقعين نتائج مختلفة. وبالتالي انا حبيت اقول الكلمتين دول علشان نتناقش فيهم، لان انا بعتقد انه من الظلم للثورة المصرية ان تربطها بان كانت كلها اولها على اخرها تغير سياسي، وسرعان ما حد يقول لك طب انتوا غيرتوا ايه؟ لا لا، ده دفاع عن مفاهيم انسانيه حقيقيه غيبت عننا احنا وتوائمنا مع مفاهيم مشوهه، وجات الثوره المصريه عشان ترجعنا تاني لان احنا نبقى بني ادمين، نتعامل كبني ادمين.
ها ونفكر كبني ادمين ونشتغل كبني ادمين وتتاح لنا فرصه كبني ادمين ولما نغلط نحاسب كبني ادمين. هي دي انا بعتقد انه فكره العداله هي الثوره المصريه. يعني الثوره دي هي ثوره من اجل العداله بكل انت بتقول عشان التعذيب عشان خالد سعيد ما هي دي العداله. عشان تزوير الانتخابات ما هي دي العداله. علشان البطاله ما هي دي العداله. علشان الناس اللي بتموت في القطارات الصعيد والناس اللي بتموت في مستشفيات الحكومه ما هي دي العداله. وبالتالي فكره العداله فكره هي الثوره هي قلب الثوره.